السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام عبر قناتكم عبد أجدي يوتيوب لأحوال الطقس أذكر متابعينا الكرام بهذه النشرية الجوية الخاصة بالولايات والمناطق المعنية بتساقط الأمطار ليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر سبتمبر 2019 نبدأ بحول الله تعالى وقوته ستكون أجواء ممطرة في الفترة الصباحية على ولايات تلمسان معسكر أيضا ولاية غليزان بالإضافة إلى السعيدة سيدي بالعباس أيضا وشمال ولاية النعامة شمال ولاية الأغواط وشمال ولاية الأبيض قد تشهد أيضا بعض الزخات المطرية في الفترة الصباحية بالإضافة إلى جزائر العاصمة تيبازا ولاية البوليدا. ايضا بعض الامطار المنتظره على المناطق الاوراس بحول الله تعالى ولايه باتنا خاصه المناطق الغربيه للولايه أيضا بعض الأمطار المنتظرة أيضا على ولاية الطارف ستكون على شكل زخات بحول الله تعالى في الفترة المسائية نتوقع أيضا أمطار ستكون قوية نسبيا على الأوراس ولاية باتنا بالإضافة إلى البواقي ولاية خنشلة ولاية تبسة تتواصل إلى غاية الليل بحول الله تعالى إذا الأمطار أيضا ستكون غزيرة على ولاية سوق وولاية قالمة بالإضافة إلى المناطق الشرقية لولاية قسنطينة كل هذا والله اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته